مشاهدينا مستمعينا الافاضل، اسعد الله صباحكم وطابت جميع اوقاتكم بكل خير ومحبه وسلام. نحييكم نرحب بحضراتكم من هنا من على ارضيه هذا الميدان، ميدان نجران لسباقات الهجن العربيه الاصيله. مشاهدينا مستمعينا الافاضل، من ضمن بطوله كاس الاتحاد السعودي الذي يقام على أرضية هذا الميدان، إذن ينطلق شوطنا الخامس الخاص بالبكار الحقائق من المسافة هي 3 كيلومترات. هي الحكاية، هي الرواية التي سوف تحكيها وترويها لنا هذه الذلل الأصايل. بداية الشوط والمركز الأول شعار صالح بن محمد بن سلوم، الرزق يقدم لنا وعر مع الصدارة ومع المركز الأول. المركز الثاني وصل شعار وحضر في هذه اللحظات عزام بن ناصر بن رضا، زيد الشريف يقدم لنا منصورة على المركز الثاني على ثاني التحديات. بينما المركز الثالث وصل حسين بن سعد بن علي سالم يقدم لنا الحذرة على المركز الثالث وثالث التحديات. رابع المنطلقين، رابع الوصول، وصل سالم بن علي بن حمد آلف هيدا المري يقدم لنا جلمودة على المركز الرابع. والمركز الخامس وصل شعار وحضر سهيل الرملي بن محمد العامري يقدم لنا شخصية على المركز الخامس. هو نداؤنا الأول أتممناه على مسامعكم، ومن هنا تحول إلى الصدارة إلى المركز الأول إلى بن سلوم صالح بن محمد بن سلوم الرزق يقدم لنا وعر مع الصدارة ومع المركز الأول. مالك وعر يتقدم بالصدارة ويتقدم بالمركز الأول. المركز الثاني وصل شعار وحضر سهيل الرملي بن محمد العامري يقدم لنا شخصية، ووصلت الحذرة حسين بن سعد بن علي سالم، ووصل شعار في هذه اللحظات راشد بن دعيكان بن صالح الحرب المرية مع ثمينه 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 تتسلل من مركز الى مركز وعينها على الصداره، عينها على المركز الاول. ولكن بن سلوم، بن سلوم مع وعر، وعر صالح بن محمد بن سلوم الرزق يقدم لنا وعر، وعر ولكن وعر تنطلق بالصداره، ولكن شعار راشد بن دعيكان المري مع ثمينه غير مع لائحه الكيلو متر الأخير الكيلو الخطير مع مالك ثمينة 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 راشد بن دعيكان الحرب المرية يتقدم بالصدارة، يتقدم وعر على المركز الثاني بشعارك يا بن سلوم. وصل شعار حسين بن سعد آل سالم قادم مع الحذرة على المركز الثالث. رابعا وصل ماجد بن محمد المري مع الشاهنية. خامسا وصل شعار في هذه اللحظات معيض بن محمد اليومية، ولكن عودة 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 إلى ثمينة ثمينة ثمينة. وصل ماجد، وصل ماجد، وصل بن حلفان في هذه اللحظات مع الشاهنية، الشاهنية وثمينة ووعر، وعر الشاهنية ثمينة. وصل بن صافية في هذه اللحظات مع زهو، ولكن ولكن انطلق شعار ماجد بن محمد، ماجد بن محمد بن حلفان روح روح مع الشاهنية وعر على المركز الثاني، وعر على ثاني التحديات. وصل شعار، وصل الجبارة، وصلت الأسماء، حضرت الشعارات، ولكن ماجد بن محمد المري يتقدم ينطلق مع الشاهنية، مع الشاهنية الشاهنية. وصلت العزوم، وصلت العزوم محمد بن عبيد بن راشد المري، ولكن روح ماجد، ماجد بن محمد بن الفان المرية روح بالنوماس، روح بالانتصار مع هذه البطلة. تهانينا تهانينا والنوماس لمالك الشاهنية ماجد بن محمد المرية من قدم لنا الشاهنية. المركز الثاني حل شعار مع ذان الأسماء وذان التحديات، أنا بشعار محمد بن عبيد بن راشد الفيدا المري مع العزوم. المركز الثالث، المركز الثالث كان بشعار جابر بن علي بن سعيد
الجربوعي المري مع مرهوق المركز الرابع. المركز الرابع كان بشعار سالم بن جابر بن محسن. الجربوعي المري المركز الخامس. المركز الخامس كان بشعار فهد بن شعف بن صهيب الدوسري من قدم لنا قمرية على المركز الخامس. إذا تهانينا تهانينا والنوماس لمالك الشهنية من انتزع نوماسي هذا الشوط وبشعار ماجد بن محمد بن حلفان. تهانينا والنوماس لجميع الفائزين والحاصين على المراكز المتقدمة. إذا شوطنا القادم بصوت الزميل علي اليامي، نتمنى له التوفيق ولكم حسن الاستماع.